طبعا في المركز البيئي بالعوجة اللي هو في وسط الأغوار الفلسطينية. طبعا منطقة الأغوار معروفة أنها منطقة للصدع الإفريقي، يعني الصدع بيمتد من وسط تركيا الأناضول لإفريقيا لموزمبيق. فهاي المنطقة فيها حركة زلزالية نشيطة، في عندنا صدع هيو عند التلة، بهالتلة مثل صدع وعلى الجانب الأردني، فالصدع والأرض نزلت لتحت، فعشان هيك باللغة الجيولوجية بنسميه جريبن، الأرض نازلة والأرض ارتفعت منها انها نتيجة الصدع. ففي حركة نشطة لازالت هاي الصدوع، فيها حركة مستمرة، وهاي طبعا بتشكل مخاطر زلازل. ومن حين لحين بنسمع انه في منطقة فلسطين بتحصل زلازل بس بدرجات مش عالية. اوكي، فجامعة النجاح نصبت او ثبتت اجهزه هون لرصد الحركه الزلزاليه هاي، على اساس اول شيء عشان نتعلم اكثر، وعلى اساس انه اذا صار زلازل نحاول نكتشفها ونرصدها. وطبعا مشروع برضه بتعاون مع جامعات المانيه، فعشان هيك شايفين اي معلومات بتروح فورا للجامعات اللي في جامعه النجاح وكاتب النجاح، حتى بتابع شو بصير هون. اذا بتمر سياره من هون حتشوف الذبذبات، هذه الأرصدة بترصد أي حركة زلزالية. طبعا الزلازل نعرف هذه من الكوارث، وبرضو الأهداف أعتقد من وجود هيك أجهزة والرصد إنه إحنا ما نستنى لحد ما تحصل كارثة، إحنا كيف نقدر ندير الأمور هاي ونتعلم. وبرضو عندهم يعني تعاون مع نقابات المهندسين، مع المهندسين، على أساس الأبنية حتى اللي بتكون جديدة تصمم إنها تقدر تقاوم الزلازل.